أهلا بيكم. غدا الاحتفال بذكرى 30 يونيو، ثورة 30 يونيو اللي اندلعت في شوارع مصر المحروسة في العام 2013 من 6 سنين. أنا مش جاي هقول لك خطاب إنشائي وملايين المصريين نزلوا وأقصوا جماعة الإخوان، كل ده أنا وإنت عارفينه، بس أنا عايز أقول لك على لقطة عايزك تتخيل أو تستعيد بذاكرتك. أنا مش هعرض لك الصور دي، بس عايزك تستعيد بذاكرتك الأحداث اللي كانت موجودة في 25 يونيو لحد 30 يونيو واستمرت بعد 30 يونيو، لما كانت الشوارع مقطوعة، لما كان في اعتصام في رابعة، لما كان في إطلاق نار على مواطنين. شفنا صور الجماعة الإرهابية والإرهابيين في شوارع مصر محروسة. أنا كنت بشوف طلقات رصاص على كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو اللي احنا بنتسكى عليهم دلوقتي بالليل. دي الصورة اللي كانت بتخرج من مصر للميديا العالمية، لوسائل الإعلام الدولية. طيب تعال النهاردة شوف الصورة اللي بتخرج من مصر بعد مرور 6 سنوات على اندلاع ثورة يونيو إلى الميديا العالمية. بطولة كأس أفريقيا، 24 فرقة لأول مرة في بطولة أفريقيا، الملاعب زي الفل، اللعيبة مؤمنة، إحساس عالي بالأمن والأمان، لدرجة إن قناة بين سبورت مش لاقية حاجة تتكلم فيها عن البطولة إلا الحر، كأن إحنا قاعدين في قطر مثلا في درجة حرارة 10 ولا 15 مش 50 و60. بدي لك مثال. أيضا بتتكلم على كم الطرق والكباري اللي اتعملت، 5000 إلى 7000 كيلو خلال فترة بسيطة، يومين بس هيتم افتتاح أول محافظة يطبق فيها التأمين الصحي الشامل. ما دي صورة بتوصل برة للإعلام الغربي وأيضا بتوصل لك كمواطن. هل معنى كده أن الحياة فل الفل؟ الإجابة لا. ومخطئ من يقول لك ده احنا كل فين وبقينا في السماء. لا، احنا ولا في السماء ولا في السحاب، بس على الاقل في انجاز حقيقي على الارض ممكن انت تتكلم عنه بضمير مرتاح وتراه في الميديا العالمية. لكن المواطن لا يزال يعاني من الغلاء، والجنيه الدولار كان ب 8 جنيه في 30 يونيو، النهاردة ب 18، ما عنديش مشكلة، وده احد اسباب الغلاء ب 16 ونص الارض، لكنه كان لازم ناخد خطوات للإصلاح الاقتصادي. الكهرباء كانت بتنقطع، النهاردة الكهرباء بقى عندنا فائض بنصدر منه. مشكلة المواطن بشكل أساسي هتبقى في إيه؟ في غلاء الأسعار. بس في ناس تانية اللي هم قادة الرأي، النخب، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني ليهم وجهة نظر، شايفين إن في تراجع كبير في الحريات، تراجع في الحياة السياسية، شئنا ما بينا، ده واقع احنا بنعيشه. الدولة شايفة في الوقت الحالي لا، أنا مش عايز سياسة، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قال أنا مش راجل سياسة، هي الدولة مش عايزة ده. بس أنا بقول لك المشكلتين الرئيسيتين عند المواطن الأسعار وعند النخب السياسية وقادة الرأي مشكلة الحريات بمفهوم واسع. ولكن غير الاتنين دول تحديدا لا، كان في حياة هتضيع، كان في وطن مختطف، كان في إرهاب موجود في كل محافظات مصر. النهاردة أنت بتتكلم على بضعة كيلومترات في سيناء، في شمال سيناء الإرهاب. تعالوا نشوف هذا التقرير وأكلمكم عن 3 مشروعات قومية هيفتتحهم الرئيس السيسي بعد غد بإذن الله في أول 7 في محافظة بور سعيد. لولا ثورة 30 من يونيو لتغيرت خريطة الشرق الأوسط الذي نعرفه. تلك حقيقة يدركها كل دارس للجغرافيا السياسية في الوطن العربي والعالمين ببواطن مرحلة ما بعد الربيع العربي وما خطط للمنطقة. لذلك يحتفل الملايين في مصر وجيرانها بالذكرى 6 لثورة 30 من يونيو، والتي قضت على حكم جماعة الإخوان الإرهابية وعزلت رئيسها وأعادت لمصر طبيعتها التي كادت أن تضيع في ظل حكم لم يزد عن عام واحد.
مشاهد ثورة 30 من يونيو وخروج عشرات الملايين إلى الشارع لرفض حكم الجماعة كانت حاسمة في توصيفها كأحد أكبر الثورات الشعبية في التاريخ، والتي تركت أثراً بالغاً على المنطقة وتحديداً في المناطق الملتهبة مثل سوريا وليبيا وغيرهما. ثورة نابعة من إرادة حرة بمشاركة شبابية حاشدة حركتها القوى السياسية والشعب، واستجابت لها القوات المسلحة وكل مؤسسات الدولة ليصدر بيان 3 من يوليو عام 2013، والذي أعلن فيه عزل محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور عام 2012 وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية في ظل عدم انعقاد مجلس النواب، ليفرز المسار السياسي الذي استقام بعد عام واحد انتخابات رئاسية قرر فيها الشعب تكليف قائد القوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي بمهمة استعادة الوطن واستقراره واستكمال مسيرته التنموية، لتشهد مصر مشهدا مميزا لتسليم السلطة من المستشار عدلي منصور إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم انتخاب البرلمان وانطلاق مسيرة البناء والإصلاح الاقتصادي. في الأثناء دي وبمناسبة ذكرى ثورة يونيو، يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات الكبرى في محافظة بورسعيد بعد غد الاثنين بإذن الله. عايز أقول لك مثلاً مشروع التأمين الصحي الشامل لملايين المصريين، وأنا في حلقات سابقة اعتبرته أعظم قانون طلع من البرلمان المصري على مدار تاريخه طوال 70 سنة بعد ثورة 52 يوليو، لأنه يصب مباشرة في صالح المواطن المصري. بص، ما فيش أي فايدة منه لا للحكومة ولا لرجال أعمال ولا الكلام. المشروع ده هيبدأوا تطبيقه، كان مفروض يبدأ تطبيقه من عام في 1/7/2018، بس لقوا على أرض الواقع في أمور لوجستية كتيرة محتاجة شغل، لكن محافظة بورسعيد مستعدة الآن لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وكمان شوية هقول لك كمواطن في بورسعيد كيف تستفيد من هذا المشروع. أيضا عايز أتكلم إن الرئيس السيسي هيفتتح مجمع صناعي ضخم في محافظة بورسعيد في المنطقة الصناعية، بيضم 118 مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف اقتربت من 250 مليون جنيه، هيتم تقسيطها للشباب وتبدأ دورة عمل. لو إن أي مصنع اشتغل أكيد هيشتغل في هذا المصنع 4 أو 5 أو 10 عمال، اضرب في 118 مصنع في المجمع الصناعي الكبير ده، دي العمالة المباشرة. أتبلى طبعا نفس هذه السلسلة من المشروعات والمصانع الصغيرة والمتوسطة أن تنتشر في ربوع مصر. تعال بقى نروح لليابان. في اجتماع سنوي بيعقد بيضم حاجة اسمها جريت 20، دول اللي هم العظماء العشرين اللي ماسكين اقتصاد العالم، أكبر 20 قوة اقتصادية في العالم. من غير أنا ما أقولها ممكن تتوقعها، أمريكا، اليابان، الصين، ألمانيا، روسيا، يعني فاهمني، السعودية بتروح هذا المؤتمر. وأقيم السنة دي فين؟ في اليابان. اليابان كرئيسة المؤتمر هذا العام يحق للدولة المنظمة أو المضيفة إنها توجه دعوات لبعض الشخصيات العالمية، رؤساء وحكام دول ومنظمات. طيب، تم توجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، فهم عايزين أفريقيا تبقى ممثلة. وأيضا وجهت الدعوة لعدد من زعماء الدول الأفريقية، بس مصر هتحضر بصفتها دولة عربية دولة أفريقية رئيس الاتحاد الأفريقي. الرئيس السيسي راح اليابان، ألقى كلمة، التقى بعدد من زعماء العالم. هنشوف ده في هذا الفيديو عن لقاءات الرئيس السيسي في أوساكا باليابان. We'll be right back.
في ثالث أيام زيارته لمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في القمة 14 لمجموعة 20، استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بحضور ملتقى الرؤساء حول تمكين المرأة. ثم شارك سيادته في جلسة العمل الثالثة بعنوان معالجة عدم المساواة. وعلى هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثالث لقمة مجموعة 20، التقى السيد الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تطرق الزعيمان إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الدولتين، إضافة إلى استمرار التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل سيادته سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث تناولت المباحثات تبادل وجهات النظر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، شهد اللقاء تباحثا حول تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث رحب الرئيسان باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع ميركوسور والذي يضم في عضويته الأرجنتين. السيد الرئيس التقى أيضا السيد أنطونيو غوتريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أكد سيادته على دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة. وأكد غوتريش على دور مصر المحوري في إفريقيا والشرق الأوسط وحرص الجانب الأممي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيطها الجغرافي المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن. في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الحكومة اعتمدت قانون جديد للتأمينات والمعاشات. عايزك كده تصحصح معايا وتركز يا مؤمن، انسى كل اللي فات، قانون التأمين والمعاشات السابق، انسى كل اللي فات. طب ده انا بقي لي سنتين واخرج معاش، هقول لك لا، اللي بقي له سنتين ويخرج معاش ده شغال على القانون القديم او القانون الحالي زي ما هو. القانون ده للأجيال الجديدة او اللي فات على تعيينهم سنوات بسيطة، سنة 2 3 4، لأن قدامهم العمر يقدروا يستفيدوا بالده. لكن أنا وإنت خلاص يا مولاي كما قلقتني بتاخد المعاش اللي هو أبو 1000 جنيه و1200 جنيه. طيب القانون الجديد ده بيصلح عيوب القانون الحالي، بيصلح عيوب القانون الحالي. تعال أقول لك أبرز ملامح قانون التأمينات والمعاشات الجديد. أول معلومة، إن الحكومة الخزانة العامة للدولة في هيئة هتبقى اسمها هيئة المعاشات، ده هيئة خاصة مستقلة لكنها تتبع الوزير اللي هيقول لك وزير مثلا التضامن الاجتماعي، الهيئة دي هتتبعه، ما لازم برضو يبقى فيه إشراف حكومي. الهيئة دي هي اللي هتدور استثمار موارد التأمينات والمعاشات، وفي نفس الوقت هتبعت تقرير كل 3 شهور يعني ربع سنوي لمجلس النواب، لرئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء، عشان لو في أي مشاكل تعالى هنا، دي أموال مليارات. طيب إحنا المعاشات ليها فلوس عند الحكومة صح ولا لأ؟ طيب هنحلها إزاي وعليها فوايد، والحكومة هي اللي ملزمة بدفع المعاشات حاليا. لما انت بتقرا بند المعاشات في الموازنه بتقرا مبلغ ضخم، يعني حاليا انا مش فاكر الرقم بس على ما اذكر انه في حدود 170 مليار. طيب المهم القانون الجديد بيلزم الحكومه بايه؟ انها تدفع للهيئه دي 160 مليار جنيه و500 مليون بس ما لناش دعوه بالكسر، 160 مليار جنيه لمدة 50 سنة، لمدة 50 سنة، كل سنة الحكومة تروح مطلعة شيك بمية وستين مليار، بس الحكومة ملهاش دعوة بالمعاشات ولا هتقبض الناس معاشات. هتيجي تقول لي طيب بس هي عليها فلوس، بل هتضرب بقى المية وستين مليار
في 50 سنة، شوف هتاخد من الحكومة قد ايه. طيب كمان قال لك في مشكلة، احنا مش عارفين ندي للناس معاش كبير. ليه؟ لان مدة الاشتراك التأميني قليل شوية، فقال لك هنرفع سن المعاش ل 65 سنة. بس رفع سن المعاش ده مش دلوقتي، ده بداية من 2040، يعني كمان 21 سنة إن عيش لو كان ليلة عمر هنشوف الكلام. ما هو بيعمل مشروع لأجيال قادمة، مش عامله ليه كده؟ طيب هناخد معاش كام للي هيشتركوا في القانون ده؟ قال لك 65% من الأجر التأميني الشامل اللي طلع عليه. هفترض أنا بدفع تأمينات على 5000 جنيه، هتاخد تلتين المبلغ ده، هو ده المعاش بتاعك، يعني هيبقى معاشك 3.5. أنا بدي مثال، محدش عارف بعد 10 سنين الحد الأدنى هيبقى كام، لكن مش هيبقى بقى في معاش اسمه 900 جنيه، لا أنا اجتهدت رفعت الشريحة بتاعتي وصلت الأساس بتاعي 10,000، يبقى أخد 6,500 جنيه اللي هو 65%، يبقى هيتم رفع سن المعاش. في كمان آلية لزيادة المعاشات. طب إحنا كل المعاشات بتزيد كل سنة 10%، قال لك لا، الزيادة لازم تتماشى مع نسبة التضخم في الأسواق بحد أدنى 15% سنويا، يعني آسف بحد أقصى 15% سنويا، حد أقصى 15% سنويا. القانون برضو اشترط انك علشان تطلع معاش مبكر لازم تشترك ب 25 سنة مدة في فعلية. طبعا اصحاب الاعمال اللي هيتهربوا من دفع التأمينات هيتسجنوا 6 شهور، هيدفعوا غرامات توصل ل 100,000 جنيه. بس القانون حط شرط هنا عشان برضو الحكومة يعني مش بترمي كتاكيت. قالت ايه بقى؟ اشترطت في القانون ده ان يتم استثمار 75% من الاموال بتاعت صندوق التأمينات والمعاشات في شراء اذون الخزانة اللي الحكومة بتطرحها كل 2-3 يومين. فهمتني؟ يعني احنا هنمول اذون الخزانة. هتسألني عن نفسي زي الفل، انت عارف اذون وسندات الخزانة الحكومة دفعت فيها كم شهر اللي فات كم؟ فايدة وصلت ل 17 و 18%، وفي بعض الشهور من سنة مثلا عملت 20% وكسرت ال 20%، فانت هتاخد فايدة حلوة قوي كصندوق. انا فلوسي لما هستثمرها في اذون الخزانة كصندوق معاشات انا ضامنها، لكن مش هروح العب بيها في البورصة الدولية والكلام ده، لا الدنيا تبوظ. الاموال دي لازم تدار بمفهوم استثماري امن. في حاجة في الاستثمار كده اسمها الاستثمار الامن، ان انت تحط وديعة في بنك، تشتري اصل عقار، ده اسمه الاستثمار امن. الاستثمار غير الامن بقى ان انت تروح تضارب في اسواق عالميه، بورصه، معادن، ما تعرفش الاسعار تعمل ايه. دي ابرز ملامح قانون المعاشات اللي مجلس الوزراء اعتمد. هروح لقانون التامين الصحي الشامل اللي كلمتكم عنه، واللي محافظه بورسعيد هتشهد فيه طفره صحيه. دكتوره هاله زايد وزيره الصحه كنت بتواصل معاها من 2 يومين وبعتت لي على الموبايل بصراحة كم الصروح الطبية اللي معمولة في بورسعيد والأجهزة وكلام، حاجة بصراحة رائعة. أنا حييتها عليه وحييت الحكومة لأن أنا شفت حاجة من بورسعيد لأهالي بورسعيد، أهالي بلدي بصفة مواطن مصري، يعني مش بورسعيدي أنا شرقاوي، لكن أنا شفت حاجة جميلة تستحق الإشادة. طيب في 6 خطوات لازم تتبعها كمواطن في بورسعيد كأول محافظة يطبق عليها قانون التأمين الصحي الشامل علشان تتمتع بالكشف المجاني. أوكي. تذهب إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طب الأسرة وتجري فحص طبي شامل لجميع أفراد الأسرة مجانا، ده أول مرة. 2، تفتح ملف طب أسرة وهو الملف العائلي والتعرف على طبيب الأسرة الخاص بيه، كل أسرة هيبقى لها طبيب خاص بيها. الأول بيعمل لك كشف عليك وعلى الأسرة، بيعمل جرد كده يعني يشوف أخبار الأمور عاملة إيه وتحليلات وكلام ده، وبعدين يروح فتح لك ملف طبي أنت ومراتك وعيالك، يبقى مسجلك، وده طبيب أسرة خاص بيك بقى، عارف اللي بيسميه طبيب العيلة،
بيكشف وبتراجعه أول بأول. هتسجل بياناتك على قاعدة البيانات لكي يمكنك التردد على الوحدة بعد ذلك، مش أنت اللي هتسجلها، الوحدة اللي هتسجلها هتبقى على الكمبيوتر. في حالة الحاجة إلى الكشف الطبي لك أو لأي أفراد الأسرة هتتصل بالكول سنتر وتحجز موعد حتى لا تنتظر كثيرا. في حالة الحاجة إلى الحجز في المستشفى أو إجراء فحص طبي متقدم أو إجراء عملية جراحية بيجري تحويلك إلى المستشفى حسب حالتك الصحية ومتابعة حالتك من قبل طبيب الجر. طيب هنروح ل هطلع لفاصل هشوف تقرير من وزارة الداخلية حصاد مجهود شهر مضى، وعايز أشير إلى فقرة الحوارية النهاردة هتشرفني فيها المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهنتكلم عن الإصلاح الإداري اللي هو إيه؟ كلمة حلوة قوي بنسمعها لكن ما نعرفش تفاصيلها. عايز أقول لك دكتورة هالة سعيد مش وزارة التخطيط بس أو وزير التخطيط، هي معها اسمها وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة أيضا. ده في فقرتي الحوارية. نطلع فاصل بس نشوف تقرير الداخلية. قامت أجهزة وزارة الداخلية بتوجيه حملات بكافة المحافظات لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية، فعلى مدار شهر نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3167 متهماً خلال استهداف عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة تم ضبط نحو 4000 سلاح ناري بحوزة 3556 متهماً خلال حملات أمنية استهدفتهم على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص. وعلى صعيد تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، نجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ أكثر من 2000000 حكم قضائي، من بينها أكثر من 1000000 حكم غرامة وأكثر من 250000 حكم مخالفة، واستطاعت ضبط 61 تشكيلاً عصابياً ضموا 219 متهماً ارتكبوا 305 حوادث سرقات، وضبط 48 سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 184 حادث ما بين قتل وحريق عمد وخطف وسرقة بالإكراه، بإجمالي 416 متهماً. وعلى مدار شهر سجلت الأجهزة الأمنية نجاحاً كبيراً في تصديها لحائزي وتجار المواد المخدرة بضبطها 4969 قاضية اتجار في المواد المخدرة ب 5397 متهماً، بحوزتهم أكثر من 700 كيلوغرام من البانجو وأربعة أطنان و320 كيلوغرام من الحشيش ونحو 72 كيلوغرام من الهيروين وما يقارب 34 مليون قرص مخدر وكميات أخرى من مخدرات الاستروكس والفود والأفيون. وعلى صعيد مكافحة الجرائم التموينية خلال شهر تم ضبط أكثر من 29000 قضية تموينية متنوعة، من بينها 510 قضايا تلاعب بدعم المواد البترولية بمضبوطات نحو 7000 اسطوانة بوتاجاز وأكثر من 6 ملايين لتر مواد بترولية، وضبط 2164 قاضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات نحو 900 طن سلع غذائية وتموينية. وخلال شهر تم ضبط أكثر من 290000 قاضية سرقة تيار كهربي ومخالفة لشروط التعاقد، بلغت المبالغ المالية المحصلة منها لصالح خزانة الدولة نحو 212 مليون جنيه. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4398 قضية تهرب ضريبي وجمركي، بلغ حجم التعاملات في هذه القضايا نحو 6 مليارات جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، بينما بلغ إجمالي المحصل لصالح خزانة الدولة من التصالح في عدد منها نحو 6 ملايين جنيه.
وأسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط 59 قضية خلال شهر، منها اختلاس واستيلاء على مال عام واستغلال نفوذ وغسل أموال والتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بإجمالي مبالغ أكثر من 1.5 مليار جنيه ونحو 5 ملايين عملات أجنبية متنوعة. نتائج متواصلة بفضل جهود لن تتوقف لبسط الأمان في ربوع الوطن. الحكومة المصرية دفعت 9 مليار جنيه علشان تنظم بطولة كأس أفريقيا، ده كده إشاعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء نفى هذه الشائعة. سيبك من نفي مركز المعلومات، تعال نروح لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي النهاردة بيقول لك الحكومة لم تتكلف جنيه واحد. طب ازاي يا دكتور اشرف؟ امال الفلوس اللي صرفتوها دي ازاي؟ قال لك احنا جبنا 32 راعي وكل راعي شخل لجيبه. شخل لجيبه، خدنا الفلوس دي حطينا لهم طبعا سبوتات في قلب الملاعب وفي قلب تايم سبورت والكلام ده، بس خدنا مبلغ حلو. طيب قال لك احنا لحد النهارده او لما تنتهي البطوله بمعنى ادق هنحقق 600 مليون جنيه مكسب هيدخلوا الخزانة العامة للدولة، غير 20% لسه هناخدها من الاتحاد الأفريقي. 20% من إيه بقى يا دكتور أشرف؟ قالك مش في حقوق بس بالسبورت دفع مبلغ محترم للاتحاد الأفريقي لنا 20%، مش في تذاكر المدرجات لنا 20% فيها، مش في إعلانات في الملاعب لنا 20% فيها. فقالك المبلغ ده هيبقى في قرابة 35 مليون دولار، يعني بتكلف في 650 مليون جنيه كمان. فقال لك الحكومة كده هتتجاوز 1 مليار جنيه عائدتها. ده غير بقى ان انت كسبت 6 ملاعب عظيمة، يعني بنية تحتية رياضية غير مسبوقة ما شوفلهاش قبل كده، ولا الكراسي الملونة اللي شكلها جميل، عملت بلزوبة لقطع التذاكر المباريات كده الجمهور يقدر يروح ويحضر مباريات الدوري العام، في أكتر تأمين من وصول 700,000 مشجع من أفريقيا والدول العربية. 700,000، متخيل الرقم؟ خلي بالك دول شغلوا فنادق، ركبوا تاكسيات، دخلوا مطاعم، عملوا تليفونات، ما دي كلها فلوس بيدفعوها. الأجمل بقى الصورة اللي انت صدرتها عن مصر في وسائل الإعلام الدولية، إن مصر بلد الأمن والأمان، مصر مستضيفة منتخبات 24 دولة، وإن الأمور ماشية زي الفل. الصورة الجميلة لما العالم اتكلم على الافتتاح المبهر واللي شافه 2 مليار نسمة، دي كلها مكاسب غير منظورة، ما بتتحسبش بالفلوس أو بالورقة والقلم. هروح بقى لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. الناس بصراحة شغالة فيه زي الفل، سواء دكتورة نعيم زغلول أو أستاذ هاني يونس، وعملوا تقرير عن أبرز الشائعات اللي صدرت مؤخرا. طبعا غير الشائعة بتاعت 9 مليار، كان في شائعة انتشرت بقالها كام يوم على مواقع التواصل الاجتماعي بيقول لك احنا عندنا 1 مليون حالة طلاق سنويا. أنا عايز أقول لك اللي عدد الزيجات في مصر أقل بكده بكتير أساسا. وأنا فاكر إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي عمل قبل الماضي لما أعلن قال لك إن حالات الطلاق المسجلة 160,000 حالة. فإحنا بنجيب الأرقام دي منين يا أخوانا؟ يلا نطلع نشوف التقرير ده.
مواقع التواصل الاجتماعي ليس كلها شر يعني، لا أكيد ليها جانب إيجابي، زي إن إحنا مثلا الأسبوع اللي فات عرضنا ما تداوله رواد الفيسبوك من صور للجمال اللي بيتم تعذيبها في سوق برقاش بالجيزة. قدامكم الصور هي معروضة، يعني مش عايز أغلط بقى في الكلام، بس لما يطلع يعني بني آدم زي ده ماسك عمال يعذب حيوان أخرس مربوط وعمال يضربه ضرب شديد، يعني النتيجة إيه؟ في البرنامج نشدنا المسؤولين إنهم يتحركوا. فعلا السيد محافظ الجيزة كلف مدير مديرية الطب البيطري بإحكام الرقابة على أماكن بيع الجمال، وقال له لازم تتخذ إجراءات رادعة وعنيفة تجاه أي مخالفات هتشوفها، وممنوع السماح بالتعدي بأي شكل على الحيوانات. وكمان محافظ الجيزة طلب بتقرير دوري هيتعمل خلال الفترة دي، وقال لازم مع مديرية طب البيطري يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية عشان تعملوا محاضر فورية لأي تجاوزات بتحصل، مع أن الواجب أن احنا نحيل المخالفين إلى جهات التحقيق علشان ينالوا عقابهم الرادع. أتمنى كل الرسالة وصلت للناس اللي موجودين في سوق برقاش للجمال، يعني الرحمة مش كده، ما حدش يعمل كده في حيوان أخرس مكبل يعني. ولو جاءت أخبار أخرى في هذه القضية أنا هعرضها على حضراتكم، لأن عدد كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا يعني مستائين مما يجري، وبيقولك هو مفيش مسؤولين في البلد، أهو محافظ الجيزة استجاب. أروح لوزارة النقل. وزارة النقل بتعلن عن إنشاء 250 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة 30 مليار جنيه. قال لك هي الحوادث بتحصل ليه؟ علشان الراجل عامل المزلقان نسي إن هو ينزل الحبل اللي بيمنع فيه مرور المواطنين وعربياته. يعني عشان تشوف مزلقان حديد وأوتوماتيك وإلكتروني، لا ده حلم يعني صعب تحقيقه. رغم اللي كان فيه كلام قبل كده ان كل جامعة في نطاقها الجغرافي تعمل حصر للمزلقانات وتكلف الطلبة فيها في كليات الهندسة قسم النقل بعمل تصور للمزلقانات دي ويعملوها، وبعد كده يشتغلوا حتى في وزارة النقل. الكلام ده كان من 7-8 سنين لكن ما حصلش جديد. النهاردة بقى وزارة النقل او الحكومة بمعنى ادق قررت تعمل ايه؟ قالت لك لا أنا هاخد دفعة أولى أحصر أخطر المزلقانات في مصر، وبدل الناس بقى ينتظروا المزلقان يفتح والكلام ده، أنا أعمل كوبري إذا كان المكان يسمح يعني نعدي بيه المزلقان والناس تعدي عليه، ولا ينتظروا قطر رايح ولا قطر جاي، ونوفر على الناس الوقت والجهد وأيضا كم الحوادث الكبير. وزارة النقل أيضا بتذكرنا بالرقم اللي تم دفعه. الكباري دي بالمناسبة أنشأتها ولا تزال تنشئها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة. وزارة النقل أيضا بتذكرنا بإجمالي عدد كيلوات الطرق اللي تم تنفيذها مؤخرا اللي عملتها أيضا الهيئة الهندسية بالتعاون مع وزارة النقل، وبيقول إحنا نفذنا 7000 كيلو طرق بتكلفة وصلت 15 مليار جنيه. احنا عندنا حاجة اسمها صندوق مكافحة وعلاج الادمان، ده تابع لوزارة التضامن، فقط انت تتصل بيه. وكان شرف لي رئيس الصندوق الدكتور عمرو عثمان وقال اي مدمن عايز يتعافى بيتصل، بياناته سرية بنعالجه، حتى بعد التعافي بنوفر له فرصة عمل لو محتاج. ده دور حكومي جيد وفي ناس تعافت بشكل كبير، لكن عجبني ان في مجموعة من الشباب عملوا مبادرة قوية وحقيقية عنوانها اوعى تجرب، بينصحوا الشباب فيها انهم ما يروحوش للادمان، لكن ايضا بيعالجوهم وممكن كمان يوفروا لهم فرصة عمل. المصرفندي بيحتفي بهذه المبادرة.
مبادرة اوعى تجرب، الهدف منها ان احنا بنوعي الناس، اي حد عنده مشكلة من المخدرات بنبتدي نوعيه، اي حد ظروفه المالية ما تسمحش ان هو يخش مكان علاجي احنا بنساعده بجهود الشخصية. كانت هي الرغبة من عندي ان انا حابب اروح التجربة ان انا اجرب الحاجة ديت، وطبعا بدأت ان انا اجرب والحاجة دي دمرت لي حياتي تماما. بدأت زي ما استاذ محمد او كابتن محمد كان بيقول، بدأتها من الدخان والدخان وصلني لجميع انواع المخدرات. الفكرة ان احنا بقى اصحابنا كتير قوي في الفترة اللي فاتت دي وقعت في الفخ بتاع الادمان، وللأسف في منهم حالات كتيرة توفت. انا مش هتكلم على ايام ان انا كنت باخد مخدرات، انا كم الخسائر كان ايه. يمكن انا فقدت بيتي، فقدت شغلي، اول حاجه فقدت ثقتي بنفسي، فقدت حب الناس، فقدت ثقه اهلي. بعد ما بندخله مكان علاجي ويتعافى بيبقى في حاجه اسمها التاهيل النفسي والتاهيل البدني. احنا عندنا مكان جيم انا واصدقائي برضو بنحاول ناهله تاهيل بدني او بالرياضه، لان الرياضه طبعا بتفرق جدا معاه، لان الرياضه بتطلع الطاقه السلبيه. طبعا لو هتكلم عن الرياضه، انا طول ما انا بضرب انا شايف نفسي مش قادر اقوم من على السرير اصلا. لا النهارده لما بدات اخش مكان وابتدي اشتغل خطوات، انا النهارده الحمد لله وصلت لقيت لنفسي، بس ان نظرتي للحياه كمان اختلفت. اي حد انا شايف عنده ان هو النيه ان هو يبطل، يعني لان دي تعتبر نص العلاج او ثلاث ارباع العلاج، يجي لي يقول لي انا عاوز ابطل، يعني اكون واثق بس ان هو يعني عنده القابليه ان هو يبطل، انا مش بسيبه لان دي نص العلاج. في حالات عندنا من أصدقائنا النهاردة بقوا بيشدوا ناس تانية وبقوا بيجيبوا ناس تانية وفعلا بيدعموهم نفسيا وبيرجعوهم حاجة كويسة جدا. نتمنى أن الناس اللي هم الفنانين أو الناس اللي هم لهم كاريزما أو لهم يعني حب عند الناس أو رصيد، الناس دي تشارك معنا في مبادرة اوعى تجرب، هتبقى حاجة كويسة جدا. بعد الفاصل هتشرفني مهندسة غدا لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وحديث حول الإصلاح الإداري اللي بتقوم به الوزارة حاليا. نطلع فاصل.